كم من أناس أحببناهم وأحبونا فارقونا مع دخول هذا الشهر الكريم. لم يتسع العمر لأعمار هؤلاء أن يدركوا هذا الشهر، لكن الله اختارك أنت واختارك أنت لأن تكونوا ممن حضر هذا الشهر. فما دمتم قد حضرتم هذا الشهر فالبدار البدار والسبق السبق والمسابقة المسابقة المسارعة المسارعة، فلعلك لا تدرك غيره من مواسم الخير. دائما نحرص في كل موطن خير وكل موسم طاعة أن نتفكر أنه قد لا يأتينا مرة أخرى، فإذا ما كان لدينا هذا الشعور فإنا سنبادر، وكما قال بعض الصالحين: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع، أي أنها آخر صلاة. إذا كان هذا الشعور عندنا في أداء الطاعات فإنا سنجتهد في أن نحسنها، ونسأل الله أن يعيننا على حسن طاعته، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.